مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع ورمضان مبارك. اليوم بدنا نتكلم عن فوائد التمر في رمضان. يعني هذا من أحد الأمور اللي صارت متبعة في كثير من الدول، وخاصة الدول العربية، الإفطار على التمر وشرب الحليب أو اللبن عند بعض الإخوان مثل المصريين. هذه من أحد العادات اللي طبعا أخذناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنة حسنة، ويقال إنه الأفضل إنه يتناول التمر وترا، معناها حبة أو 3 حبات أو 5 حبات أو 7 حبات. لكن الهدف من الموضوع هو هدف صحي. يعني خلينا نتكلم عن التمر بشكل عام. التمر غير إنه إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر من الأمور المهمة بعد الصيام الطويل. ليش؟ لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من السكريات، يكون نسبة السكر ضئيلة جدا في الجسم، وبالتالي الجسم محتاج إلى سكر حتى يقوى. الآن الحلو في التمر أنه يوجد فيه سكر سهل الامتصاص، فامتصاصه بيكون سريع، وبالتالي الجسم يعوض نسبة السكر بشكل سريع في الدم، وبالتالي يعطي طاقة غريبة سبحان الله للجسم. عداك عن ذلك، طبعا خلينا نحكي شوية عن التمر. التمر فيه كل حبة فيها 66 سعر حراري، فالأفضل عدم الإكثار من تناول التمر، ممكن 3 حبات 5 حبات ماكسيموم. فيها 18 جرام كربوهيدرات اللي هي السكريات، 16 جرام من السكريات. التمر غني جدا بالألياف، وهذا مهم جدا للصائم، لأنه بينشط جهاز الهضمي، وبالتالي هو يحضر الجهاز الهضمي للطعام. فأنت بتساعد جهازك الهضمي أنه استنى الجهاز الهضمي، أوكي في شغل داخلي بعد هالتمرات انتبه لي. طبعا برضو مش لازم نكتر بعد التمر. المضادات الأكسدة الموجودة فيه كثيرة جدا جدا جدا، وهذا بتساعد حتى الناس اللي بتفطر بشكل عام بالأيام العادية، البريكفاست الإفطار الصباحي، يفضل أنه يتناول التمر على الريق، حيث يساعد على تعديل معدل السكر بالدم وتحسين الهضم والتعزيز بالشعور بالشبع، لأنه فيه كربوهيدرات عالية، وهذا طبعا بقلل نسبة الأكل عند بعض الناس عند الإفطار. لكن للأسف هو ممكن يسبب إذا زودنا كتير، لأنه السعرات حرارية عالية، السكر عالي، فممكن يسبب زيادة وزن، فانتبهوا من الإفراط فيه. خلينا نتكلم عن المعادن الموجودة، وهذا قليل جدا من الفواكه اللي فيها عدد كبير من المعادن مثل هاي، مثلا فيتامين كي، فيتامين بي، الفولات أسيد، الحديد، الزنك، الكالسيوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم. وهدول البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم هدول أهم إشي موجود، عشان هيك لما نشربه مع الحليب بيزود الحليب في شوية كالسيوم، فشربه مع الحليب بيزود قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي الاستفادة من هذا الكالسيوم. طبعا إيش بيسبب عدم يعني عند تناول التمر؟ زي ما حكينا، بمهد المعدة والأمعاء لاستقبال الطعام، بيعزز شوية بالشبع لأنه نسبة الألياف فيه عالية بشكل عام، أيضا بتقلل من الطعام على مدار اليوم، خاصة اللي بياخدوه ساعة الإفطار بشكل عام، الإفطار الصباحي. الألياف الموجودة بتعمل على توازن في الجسم، وبتحافظ طي أيضا طبعا من التخمة، وهذه مشكلة كبيرة بتصير عند ناس كتير بالإفطار، وطبعا بقلل من الكسل والصداع بسبب نقص من السكريات في الدم، وهذا طبعا مهم جدا للناس اللي بيستخدموا. طبعا عدد التمرات حكينا حسب ما حكينا في السنة، يا حبة يا 3 يا 5 يا 7، الأفضل أنه تناول 3 إلى ماكسيموم 5 حبات. وطبعا بتعزز هذا الموضوع جهاز المناعة، بقلل خطر الإصابة بفقر الدم لأنه نسبة الحديد فيه عالية، أيضا جيد جدا لصحة الأوعية الدموية والقلب، بقوي النظر وبسهل عمليات الهضم، بحارب الإمساك. فالناس اللي عندهم إمساك it's good، الناس اللي عندهم إسهال يمتنعوا عنه، لأنه للأسف السكر والفايبرز اللي موجود أو الألياف بتسبب الإسهال، فانتبهوا الناس اللي عندها إسهال. نسبة السكر في الدم بترتفع شوي، فالناس اللي عندها سكري لازم تنتبه في الموضوع، وطبعا هذه من الشغلات المهمة جدا. الآن في ناس كتير بيستخدموا
التمر ايضا في تنظيف الجسد اللي هو بسموه الكلينسينج، بنقعوه في الماء نقيء التمر وبنشط الكبد والاوعيه الدمويه، وهذا مهم جدا للافطار. الان في شغله مهمه بس انا حاب احكيها، انه في ناس ايضا بيستخدموا التمر في، حكينا عن حلويات ممكن يستخدموه في اشياء زي هيك، برضو عدم الافراط في تناولها. التمر مفيد وصحي، ولكن الافراط في تناولها قد يؤدي الى زياده الوزن لانه في سعرات حراريه عاليه. هذه فوائد التمر بشكل عام في رمضان. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم، وان شاء الله نراكم في حلقات قادمه رمضانيات. سلام للجميع.